ما رضا الله إلا برضا الوالدين. عشاق النحل ومحب العسل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك من يتساءل عن كيفية تدفئة النحل وكيفية التغذية أيضا حتى يصل النحل إلى الربيع في أحسن الحالات. فهناك من عنده نحل ضعيف أو تقسيمات جديدة. المهم نأخذ القطعة الأفقية من الإطار العادي للنحل، القطعة الأفقية المستعملة في خليط لانجستروث، ونلصقها جيدا بقطعة من الخفاف أو من البوليسترين تكون بحجم إطار لانجستروث، هذه القطعة المتخذة. ثم بعد ذلك يتم تغليفها بورق الألمنيوم تغليف محكم وجيد، لأنك أخي النحال إذا تركت هذه الطوائف الضعيفة وشأنها أكيد ستضعف وتتدمر، وربما معظمها لا يصل إلى فصل الربيع وتخسرها، لأن تدفئة الخلايا أمر مهم جدا، لا تستهان بتدفئة الخلايا والتغذية. فبالتدفئة ينشط النحل ويعمل ويسيطر على الخلية. أيضا ملكة النحل تنشط في وضع البيض، إذا أحست بالبرودة ربما سيصيبها المرض وأيضا ستتأخر ولن تعمل. إضافة إلى ذلك فتدفئة النحل تمنع تسرب الأمراض للخلية إلى غير ذلك من الإيجابيات. فتدفئة النحل لها إيجابيات كثيرة لا تحصى ولا تعد. نمر إلى كيفية وضع هذا الإطار في الخلية. كما تشاهدون إطار على اليمين، يعني إطار من البوليسترين على اليمين وإطار على اليسار، وحصر النحل في الوسط. هنا الخلية محصورة على 5 إطارات، وأنتم إذا كانت عندكم طوائف على أكثر من 5 إطارات ممكن تحصرونها على 6 أو على 7 حسب حجم طائفة النحل. ثم تتم تغطية الخلية مع ترك فتحة في الوسط لوضع التغذية للنحل. نتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. إلى اللقاء.